السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اليوم الإمارة والحمام والعصافير. حلقتنا النهاردة إن شاء الله بننبه على حاجة مهمة. طبعا احنا داخلين على فصل الشتاء، فلازم ناخد بالنا من تغيير الجو والمناخ ده. دلوقتي الهواء طبعا متقلب، بالليل بيبقى ساعة والصبح بيبقى حر، فاحنا لازم ناخد بالنا من نقطة معينة. ايه الأمراض اللي بتجي لليمام في الفترة دي؟ طبعا اللي بتيجي الامراض اللي بتيجي في اليمامة الفتره دي، اول حاجه طبعا التنفسي ده الحاجه الوحيده اللي بيجي اليمامة الفتره بين الصيف والشتاء، فاحنا لازم نخلي بالنا منهم ولازم نحصنهم، سواء ما عندهمش حاجه سواء مشتبه انت في يمامة حاجه. طبعا ايه اعراضها؟ اول حاجه اعراضها ممكن ما تبانش خالص والمرض او الحاجه تخدعك، وبعد كده يتعب، بتبقى بمراحل، كذا مرحلة، يجي 3 4 مراحل. يبقى أول حاجة يبان عليه اللي هو كاشش، ويعني قلة أكل، ما بياكلش ولا يشرب حلو، وتلاقي واخد زاوية في القفص. تاني حاجة تلاقي مثلا هو بياكل مثلا أو كل حاجتين صغيرين كده وركن على جنب تاني، وبدأ يفتح بقه كده، إيه في الأول لسه إيه بسيط عنده. وبدأ تالت حاجة بقى بدأ يكش جامد وينفشرش جامد ويركن كده في الركب. لو ذكر مثلا ممكن يقلل زوف، ولو نتاية برضك ممكن تكش كده مع نفسها وتبقى كشة. فاحنا لازم ناخد بالنا من النقطة دي، اذا كان مطلع زغليل او كبير او اي حاجة فلازم تحصنه. والعلاج التحصين، في علاج طبعا بيطري وفي علاج بشري. طبعا انا بفضل ومجربه عند ناس كتير ومعايا بدي منه على طول، اللي هو علاج الفينادون بشري. ده بيجي من الصيدلية، مش غالي قوي. طبعا تمسك اليمام تحطهم في مسقة مية، مثلا سنتي، لو مثلا 2 تحطهم سنتي. طبعا كل يوم لمدة، يعني التحصين لمدة مثلا 3 4 أيام كتير، وتسيب العلاج عندك ان شاء الله، يعني مش هيبوظ لا قدر الله لو في اي حاجة تانية ظهرت في خلال فصل الشتاء، عشان الشتاء ده اللي هنعاني فيه التنفس كتير. فاحنا لازم ناخد بالنا يا جماعة، بحيث ان احنا نحصله. حصنهم ازاي؟ قبل ما يحصل مرض، لما تلاقي في حاجه كشه او اي حاجه او قليله الاكل او في اي حاجه، مفيش اي مشكله في الفرد، برضك ايه لازم نحصنهم. هحصنهم ازاي؟ ادي مسقه الميه مثلا اهي قدامنا اهي الميه، بجيب سنتي وجاي احطه على الميه، مش لازم تديهم في بقهم عشان هم مش مستدعين ان انت تحطهم في بقهم. يعني طبعا اسمه ده، تجيب الحقنه سنتي تقوم جاي ايه حاططها في الميه، وما بعد الاكل مباشره او طول النهار بيدنهم يشربوا ايه في المسقه. طبعا هم هيشربوا هيتحصنوا ويحصنوا زغليلهم معاهم، بحيث ان احنا ايه نحافظ عليهم قبل ما يخش الدور عليهم، عشان الدور ده فعلا قاتل. لو جه المرحله الاخيره بتاعتها ما بينفعش فيها علاج، تلاقي الفرد بقى بدا يضعف وتلاقي معظم، ولا بياكل ولا بيشرب، وانت بقى تحاول انت تاكله ما بيقدرش برضك. فايه احنا مش عايزين نوصل له اللي هي الحالة الخطرة بتاعته فتسبب الموت. ده أسرع، يعني أسرع مرض اللي هو بيقضي على اليمام على طول، اللي هي أول حاجة طبعا الشهية بتتقفل، ما بيعرفش ياكل ولا يشرب من كتر الهجان والتنفس بتاعه. برضك بدنه كشان، لو في زغليل ممكن ما يأكلهاش. الحاجات دي كلها إيه احنا في غنى عنها، لازم نحصن. اسمه فينادون بشري من الصيدلية، ده اللي انا مجربه وناس كتير مجرباه، برضك زمايلي، وبرضك في ناس استدعوني اللي انا اقول لهم على اسم العلاج ده، برضك قلت لهم. فبصراحة ما شاء الله عليه، علاج فعال جدا جدا. مش مصدقني خش على النت برضك واكتب فينادون بشري ما فوائده او استعماله ايه، هكتب لك كل حاجة عن التنفسي والمعدة وكل حاجة مفيدة للبشر او انسان. فاحنا بنستخدمه كوش في البيطري، طبعا في منه، بس انا بصراحة جبته مرة ما جابش معايا نتيجة مع اليوم بتاعي، فانا منه ما شاء الله عندي كمية جامدة، فلازم ايه بجرب كذا حاجة عليهم، والحاجة اللي هي بتفيدهم وبتبقى سريعة معاهم في العلاج لازم اجيبها طبعا مباشرة، عشان طبعا ايه ما وقعش حاجة عندي او كده. طبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو، ده تالت يوم في التحصين بتاعي اللي انا حطيتهم في مسقة المية، ما شاء الله الحمد لله بياكلوا ومفيش اي مشاكل فيهم، وبيشربوا وبيتنططوا في القفص. برضك عشان ايه تغيير المناخ وكده بيتعبهم،
فاحنا ايه لازم نحافظ عليهم برضك بحيث ان احنا ايه ما نخسرش فيهم او نوقع حاجه فيهم ويبقوا ايه بصحه كويسه. طبعا انا غبت شويه كده حدود 10 ايام او حاجه ما كنتش بصور، كان عندي ظروف كده الحمد لله، وبشكر كل واحد برضك سال عليا على الواتس. ناس كتير ما شاء الله بصراحه فرحتني وبعتت لي، ما بقتش تنزل فيديوهات ليه في حاجه ولا ايه، على الواتس كلمتهم طبعا وتواصلت معاهم وحكيت لهم على الظروف وكده. فبشكر كل واحد سال عليا وكل واحد بصراحه شجعني ان انا برضك انزل فيديوهات اكتر، وقالوا لي على حاجات طبعا ننزلها في الفيديوهات ان شاء الله برضك كل يوم كده هنتواصل وننزل فيديو. بس انا قلت الاهميه يعني قلت انزل فيديو ده النهارده. العلاج التنفسي بين الصيف والشتاء طبعا هيحصل لا قدر الله يعني هيحصل مع ناس، فاحنا لازم نحصن قبلها، كل حاجه لازم تاخد تحصيناتها، وان شاء الله ايه مش هيجينا ولا يخشلنا في يمامنا خالص ان شاء الله وامر الله مع العلاج اللي اسمه فينادون. اي سؤال يا جماعه اي حاجه تقولوا في تعليق او واتس، انا الحمد لله رب العالمين لو استفدت في حاجه بره ما اقولها على طول، طبعا ما بحبش ابخل بمعلومه او اخليها لنفسي. اي حاجه اعرفها عن اليمام سواء من اول ريشه في دماغه لحد ضفر رجليه انا هقولها، مش هبخل على اي حد فيكم. فانتوا ساعدوني لو احتجتوا اي حاجه قولوا لي، وانا والله لو انا مش عارفها انا هسال عشان اعرف ناس ما شاء الله كبيره عندها مزارع ما شاء الله يمام كبيره، برضك بتواصل معاهم وساعات بروح اقعد معاهم وكده بستفيد منهم برضك، وفي اي حاجه بتبقى جديده عندهم انا برضك ايه بقولها على طول في الفيديوهات، وهم قايلين لي قول واحنا ما بنتخلش برضك بالمعلومات وبيفيدوني. ربنا يديهم صحه استاذ محمد واستاذ وسام واستاذ سيد من اكبر المزارع في اليمام، بصراحه بقعد معاهم ربنا يجازيهم خير بيفيدوني برضك ما بستخسرش في حاجه خالص. طبعا ما شاء الله الزغلل هنا كبرت وتمام مفيش اي مشكله فيهم، هم والله قايلين لي على العلاج ده وقايلين لي برضك على بعض فيتامينات برضك هجربها واقولها لكم، هم مجربينها بس انا هجربها على امامي. تقول اول ما يطلع الزغليل هحط لهم الفيتامين ده حلو يخلي اليمام وصحتها حلو برضك مفيش اي مشاكل فيه. طبعا جوز اليمام دول ما شاء الله عليهم هم كبروا، هم طالعين حمر زي ابوهم اهم، الطوق الابيض بس الطوق الابيض لسه ايه هيوضح مش دلوقتي زي ابوهم اهو، الذكر مطوق بالطوق الابيض الاحمر غير الامر مطوق بالطوق الاسود، ما شاء الله هم بياكلوا اهو. دول حاطط لهم صنط مغير في الميه اهو، طبعا هم هيشربوا الميه وياكلوا الزغلول، وانا حصنت الكبير وحصنت الصغير بحيث ان المرض ده اعوذ بالله منه ربنا يبعدنا عنه اللي هو ايه ما يجيش اليمام خالص. فالمرض ده كأنه ما بيبانش غير مره واحده اللي ما ياخدش باله منه، هو ما شاء الله يعني فعال ومتجرب يعني. فانتوا يا جماعه لازم تحصنوا امامكم سواء لا قدر الله في حاجه او ما فيهوش حاجه، لا حصن عشان دخلت الشتا دي برضك ايه ولسه ايه هنقابل الشتا زي ما بيقولوا قوي شويه او ساقعه ساقعه، فاحنا لازم ايه نحصن وكده وربنا ايه يستر علينا وعليكم وعلى الناس كلها طبعا في كل حاجه. والحمد لله رب العالمين زي ما حضراتكم شايفين اليمام انا مظبطه وكده مفيش اي مشاكل فيه اهو. لو بقى الحاله مستعصيه حد يكتب لي في تعليق وانا هقول له او يكلمني على الواتس وانا هقول له ايه يعمل ايه لو لا قدر الله يعني عنده اي مشكله. بصوا يا جماعه الاكل ما شاء الله باين عليهم ازاي، بص الصدر والمعده ما شاء الله عليهم، لازم كده تشوف فرد اليمام وتطمن عليه طاير وصحه كويسه بحيث هي يعني مش عفاريت ولا حاجه وبيطيروا كده ما يخافوش، بس انت عارفين الفرد البلد اللي انا حاطه معاهم معلمهم الشقاء والعفرقه، فانا هحاول افصله لوحده عشان مش ناقصين يعني. دول ما شاء الله هم عمر اسبوع بالظبط اهو ما شاء الله طلعوا، دول بقى ما شاء الله هم بعضهم بعد ما اعطيناهم في الفيديوهات السابقه اللي احنا اعطيناهم القش الاصفر اهو على طول ما شاء الله ما كملوش اللي انا اقول 15 يوم ما كملوش 10 ايام وما شاء الله بعضهم بطين اهو لو حضراتكم شايفينهم اهو ما شاء الله. الموسم بقى داخل عليهم واللي ما بيكونش عنده جوز الشغال لازم يشوف نفسه عشان ده الموسم الاساسي بتاعه، هما بيشغلوا طول الصيف والشتاء بس طبعا كل حاجه موسمها بيبقى ايه في الشتاء، فاحنا لازم اللي عنده اي جوز شغال لازم يا جماعه يشغل نفسه كده ويبص عليه ويشوف في اي مشاكل فيه يحلها قبل ما يخش عليه الموسم وكده.
دي طبعا بنصف الشتاء الجو بيبقى مش مظبوط شويه، اول ما يخش ده ايه نحاول بقى ايه يظبطه كده ياخده على جو الشتاء وكده. فتره القلش خلاص اهي في الفينش اهو، اي فرد بيقلش هتلاقي فنش القلش بتاعه بقى الريش بتاعه خلاص ظبط، وابتدي بقى ايه في شغل الجديد ان شاء الله شغل ايه الشتاء. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وسوق كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.